اللهم يا ذا المن والفضل والمحامد التي لا تحصى، صل على محمد وآل محمد واقبل توبتي ولا تردها لكثرة ذنوبي وما أسرفت على نفسي حتى لا أرجع في ذنب تبت إليك منه، فاجعلها يا عزيز توبة نصوحة صادقة مبرورة لديك مقبولة مرفوعة عندك في خزائنك التي ذخرتها لأوليائك حين قبلتها منهم ورضيت بها عنهم. اللهم إن هذه النفس نفس عبدك، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تحصنها من الذنوب وتمنعها من الخطايا وتحرزها من السيئات وتجعلها في حصن حصين منيع لا يصل إليها ذنب ولا خطيئة ولا يفسدها عيب ولا معصية حتى ألقاك يوم القيامة وأنت عني راض وأنا مسرور، تغبطني ملائكتك وأنبياؤك وجميع خلقك وقد قبلتني وجعلتني تائبا طاهرا زاكيا عندك من الصالحين الصادقين. اللهم إني أعترف لك بذنوبي، فصل على محمد وآل محمد واجعلها ذنوبا لا تظهرها لأحد من خلقك يا غفار الذنوب يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، عملت سوءا وظلمت نفسي، فصل على محمد وآل محمد واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إن كان من عطائك ومنك وفي فضلك وفي علمك وقضائك أن ترزقني التوبة، فصل على محمد وآل محمد واعصمني بقية عمري وأحسن معونتي في الجد والاجتهاد والمسارعة إلى ما تحب وترضى والنشاط والفرح والصحة حتى أبلغ في عبادتك وطاعتك التي يحق لك علي رضاك، وأن ترزقني برحمتك ما أقيم به حدود دينك وحتى أعمل في ذلك بسنن نبيك صلواتك عليه وآله، وافعل ذلك بجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنك تشكر اليسير وتعفو عن الكثير وتغفر الكثير،
وأنت الغفور الرحيم. اللهم إنك تشكر اليسير وتغفر الكثير وأنت الغفور الرحيم. اللهم إنك تشكر اليسير وتغفر الكثير وأنت الغفور الرحيم. اللهم اقسم لي كل ما تطفئ به عني نائرة كل جاهل وتحمد عني وتخمد عني وتخمد عني شعلة كل قائل، وأعطني هدى من كل ضلالة وغنى من كل فقر وقوة من كل ضعف وعزا من كل ذل ورفعة من كل ضعف وأمنا من كل خوف وعافية من كل بلاء. اللهم ارزقني عملا يفتح لي باب كل يقين، ويقينا يسد عني باب كل شبهة، ودعاء تبسط به الإجابة، وخوفا تيسر لي به كل رحمة، وعصمة تحول بيني وبين الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من نهاني عن المعصية فعصيته، فلم يهتك ستري عند معصيته. يا من ألبسني عافية فعصيته، ولم يسلبني عند ذلك عافيته. يا من أكرمني وأسبغ علي نعمه فعصيته، فلم يزل عني نعمته. يا من نصح لي فتركت نصيحته، فلم يستدرجني عند تركي نصيحته. يا من أوصاني بوصايا كثيرة لا تحصى إشفاقا منه علي ورحمة منه لي، فتركت وصيته. يا من كتم سيئتي وأظهر محاسني حتى كأني لم أزل أعمل بطاعته. يا من أرضيت عباده بسخطه فلم يكلني إليهم ورزقني من سعته. يا من دعاني إلى جنته فاخترت النار، فلم يمنعه ذلك أن فتح لي باب توبته. يا من أقالني عظيم العثرات وأمرني بالدعاء وضمن لي إجابته. يا من أعصيه فيستر علي ويغضب لي إن عيرت بمعصيته. يا من نهى خلقه عن انتهاك محارمي وأنا مقيم على انتهاك محارمه. يا من أفنيت ما أعطاني في معصيته فلم يحبس عني عطيته. يا من قويت على المعاصي بكفايته، فلم يخذلني ولم يخرجني من كفايته. يا من بارزته بالخطايا فلم يمثل بي عند جرأتي على مبارزته.
يا من أبهل أمهلني حتى استغنيت عن لذاتي، ثم وعدني على تركها مغفرته. يا من أدعوه وأنا على معصيته فيجيبني ويقضي حاجتي بقدرته. يا من عصيته في الشباب والمشيب وهو يتأناني ويفتح لي باب رحمته. يا من يشكر اليسير من عملي وينسى الكثير من كرامته. يا من خلصني بقدرته ونجاني بلطفه. يا من استدرجني حتى أجانبت محبته. يا من فرض الكثير لي من إجابتي على طول ساعتي وتضييعي فريضته. يا من يغفر ظلمنا وحوبنا وجرأتنا وهو لا يجور علينا في قضيته. يا من نتظالم إليه فلا يؤاخذنا بعلمه ويمهل حتى يحضر المظلوم بينته. يا من يشرك به عبده وهو خلقه فلا يتعاظمه أن يغفر له جريرته. يا من من علي بتوحيده وأحصى علي الذنوب وأرجو أن يغفرها لي بمشيته. يا من عذر وأنذر ثم عدت بعد الإعذار والإنذار في معصيته. يا من يعلم أن حسناتي لا تكون ثمنا لأصغر نعمه. يا من أفنيت عمري في معصيته فلم يغلق عني باب توبته. يا ويلي ما أقل حيائي، ويا سبحان هذا الرب ما أعظم هيبته. يا ويلي ما أقطع لساني بجرمي مقرا بذنبي لربي ليرحمني ويتغمدني بمغفرته. يا من الأرضون والسماوات جميعا في قبضته. يا من استحققت عقوبته هانذا مقر بذنبي. يا من وسع كل شيء برحمته هانذا عبدك الخاطئ الخسير الخاطئ. اغفر لي خطيئتي. يا من يجيرني في محياي ومماتي. يا من هو عدتي لظلمة القبر ووحشته. يا من هو ثقتي ورجائي وعدتي للحساب ودقته. يا من عظم عفوه وكرم صفحه واشتدت نقمته. إلهي لا تخذلني يوم القيامة فإنك عدتي للميزان وخفته. هأنذا بائح بجرمي مقر بذنبي معترف بخطيئتي. إلهي وخالقي ومولاي صل على محمد وآل محمد واختمني بالشهادة والرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا
وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك مع وليك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا يا خالقنا اسمع واستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار وأمانا من العذاب فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكبنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير منك وعافية وتؤدي عني أمانتي وديني وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري يا كريم يا كريم إلهي وقف السائلون ببابك ولا أذى الفقراء بجنابك ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء اليوم الخامس عشر. اللهم ارزقني فيه طاعة العابدين الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المحسنين وأشعر فيه قلبي إنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفاتحة إلى أمواتنا جميعا.